حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، من باب أن يعطى كل شخص فرصة من الزمن لكي تأخذ النفس حظها وحقها، لكن بعد ذلك يمنع، لأنه ما فوق 3 ما بقي من شيء في النفس يدل على خبث طوية لدى الشخص. لكن بالنسبة إلى مثل هذه الأحاديث أو هذه الآثار لما يترتب عليها من المصلحة العامة، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بكعب مالك وبهلال بن أمية ومغار بن الربيع لما هجرهم 50 يوما. الحديث عام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، هذا شامل لأي هجر، لكن إن ترتب على هجره مصلحة دينية للشخص الذي هجر أو لمصلحة عامة فلا بأس، لأنه بمثابة العلاج، 3 أيام علاج، ما زاد عليه فقد زيد في العلاج ويخشى على المريض، إلا إن استمر المرض وأعظم الأمراض ما يتعلق بدين الإنسان، هنا يأتي الهجر لعلاجه. يكفي السلام، إذا سلم يكفي. وهل يلزم أن يعود إلى حالته الأولى معه من المعاشرة؟ لا، لا يلزم، أهم شيء السلام. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني تعرف أن لك قريبا يبغضك ويود أن كل ما لديك من خير أن يزول، فأفضل الصدقة أن تصدق عليه. لكن من يصل إليه؟ أبو بكر رضي الله عنه يرمى في عرض ابنته وينفق على مصطح، ومع ذلك أعاد النفقة عليه لما قال الله لا أنفق عليه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. هذه ما هي بالسهولة، موفق من وفقه الله، لكن إذا أردت باب التوفيق فاقرع باب الرحمة جل وعلا.